للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف علي الأحمدي، عضو هيئة رئاسة الائتلاف الوطني الجنوبي. مرحبا بك أستاذ علي. إذا بداية من أبين ثم سقطرى وشبوة، كيف يمكن تفسير هذا الحراك الشعبي في المحافظات الجنوبية الرافض لمشاريع التقسيم والمجلس الانتقالي؟ مساء الخير أخي الكريم لك والسادة المشاهدين. بداية أتحفظ على ما ورد في تقريركم أن هذه المسيرات الجماهيرية خرجت لترفض مشاريع السعودية والإمارات. هذه المظاهرات هي تعبير شعبي لمكون شرعي، مكون الائتلاف الوطني الجنوبي، وهدفها الرئيسي ورسائلها واضحة جدا، لا علاقة لها بالمماحكات الجارية في القنوات الفضائية وما يجري بين دول الخليج من مماحكات سياسية. هي تظاهرة وطنية معبرة عن مطالب وطنية واضحة. أول هذه المطالب هو التمسك بسيادة الشرعية على البلاد ورفض أي انقلابات، سواء انقلاب الحوثي في صنعاء أو ما يجري في عدن من تقويض للدولة وتمرد وانقلاب بالسلاح ورفع السلاح على مؤسسات الدولة وطرد الحكومة من مدينة عدن. سيد علي اعذرني على المقاطعة، لكن هناك من يقول أيضا أن التحالف أو الإمارات وهي جزء من التحالف كانت لها يد في الانقلاب الذي حصل في عدن ثم في سقطرى، لذلك هذه التظاهرة تخرج لترسل رسالة لسواء يعني المجلس الانتقالي أو من كان له يد في انقلاب المجلس الانتقالي، كيف ترد؟ الإشكالية الأساسية فيما يجري في المناطق المحررة منذ تحرير عدن هو بالدرجة الأساس قصور وأخطاء لدى الشرعية والحكومة الشرعية في هذه البلاد، وسوء اختيار في القيادات، سواء القيادات الإدارية أو القيادات الأمنية التي تماهت مع المشاريع التمزيقية أو المشاريع الفوضوية. بالنسبة أن يلقى اللوم على الغير، هذا الأمر يأتي في الدرجة الثانية. الأساس أساس هذه المشاكل هو داخلي يمني، ومثل هذه التظاهر التي خرجت تؤكد على تصويب المسار بالوقوف خلف القيادة الشرعية للبلاد والمحافظة على ثوابت البلاد وإعادة مؤسسات الدولة للعمل في عدن وباقي المناطق المحررة. باقي الأمور من تدخلات خارجية ستتلاشى وستضعف، كما حصل في شبوة أخي الكريم عندما قويت مؤسسات الدولة في شبوة، رأينا كيف تلاشت تلك الجيوش من المدفوعات الأجر من بعض الدول وتلك التدخلات السافرة التي كانت تحصل في محافظة شبوة. نحن ندعو إلى مزيد من التلاحم وتثبيت مؤسسات الدولة الشرعية في المناطق المحررة، ونؤيد وندعم الاتفاق الذي ترعى المملكة العربية السعودية لحقن الدماء، ونحملها أيضا مسؤولية في ضمان تنفيذ الخطوات العسكرية، ونؤكد أن الإشكال سواء بدءا من خلال صنعاء وتمرد التمرد الجاري في عدن هي عدم تحمل المسؤولية، بل إلقاء بالبلاد إلى التهلكة من قبل أطراف سياسية واضحة المعالم، ليست مثلا قوى خاصة. المجلس الانتقالي بكل وضوح هو الذي تسبب في مجلس عدن، وهي قوة معروفة وأعضاء هيئة رئاسته من المكونات السياسية اليمنية معروفة وشخصيات معروفة، أيضا المكونات في صنعاء التي دعمت انقلاب الحوثي معروفة. هذه هي العنصر الأساسي وهي المشكلة الأساسية، ويأتي في المرتبة الثانية التدخل الخارجي على اليمنيين جميعا أن يصفوا خلف القيادة الشرعية نحو بناء مؤسسات الدولة. ثم رسالة أخرى حملتها التظاهرة في شبوة وتحملها أيضا في باقي مناطق الجنوب، وهو كثر الاحتكار، أنه لا يوجد احتكار في الجنوب ولا تفويض لأي مكون أن
يقرر أن يدعي تمثيل الجنوبيين الجنوب وحده دون سواه، يعني هذه هي الرسالة أستاذ علي. طيب دعنا يعني نتحدث عن موضوع هذه الفعاليات التي أقيمت في محافظة شبوة وفي غيرها من المحافظات بحكم وجودكم في هيئة الائتلاف، هل هناك تحضيرات لفعاليات أخرى أو مظاهرات أخرى في بقية المحافظات الجنوبية؟ بالتأكيد الكسر الحاجز الذي يعني الحاصل في المناطق الجنوبية وخروج الجماهير بهذه الحشود الغفيرة ورفع الصوت ورفض المنشنة والتفتيت ومشاريع الفوضى، هذا شجع الكثيرين. بدأت الأمور في لودر ثم ثلاثة في قطرة والبارحة في شبوة وغدا إن شاء الله في حضرموت ولاحق. وأؤكد لك أخي الكريم أن الجماهير اليمنية في محافظة عدن على أحر يعني على أحر من الجمر للخروج للتعبير عن عدم رضاها بما يجري في مدينة عدن من تدمير الخدمات الأساسية وإهمال لما يحتاج المواطنون سواء في الجانب الصحي أو الجانب التعليمي أو الجانب الخدمات في الكهرباء والماء الذي يتفتح تدهور مريع جدا، إضافة إلى الوضع السياسي. عدن تحولت من مدينة وعاصمة مؤقتة إلى مربعات تحكمها أمراء حرب وميليشيات مع الأسف الشديد عابثوا بكل جميل في هذه المحافظة. الجماهير لو سمح ولم تقمع كما حصل من قبل ولم يعتقل الشباب والمتظاهرون ستخرج في عدن بجموع قد تكون أكبر من ما حصل في شبوة وأبين وسوق قطرة. إذن ستستمر هذه الفعاليات وهذه التظاهرات. سؤال أخير ولو تجيبني عليه بشكل مختصر استغلالا للوقت، هل ستؤثر هذه التظاهرات على المشهد السياسي سواء في الجنوب أو في اليمن بشكل عام؟ أخي الكريم، جزء كبير مما حصل في الجنوب في المناطق المحررة التي هي طبعا تؤثر على الوضع اليمني العام النتج عن إخراج جماهير محدودة في ساحة العروض وادعاء تفويض مكون، ومع الأسف الشديد وجد هذا المكون من يدعمه دوليا ومن سهل له التواصل مع عدد من دول العالم والسفراء وغير ذلك. هذا الوضع يعني أعطى صورة أن هناك طرف معين في الجنوب يعني يدعي الوصاية والاحتكار. بالتأكيد أن خروج هذه الجماهير وهذه الأعلام الوطنية التي رفعت وهذه الشعارات الوطنية التي رددت في هذه المسيرات سيكون لها تأثير، ومن خلال متابعتنا في الأيام الماضية ما حققه الائتلاف الوطني الجنوبي في هذه الفترة الماضية بالتأكيد سيؤثر بشكل كبير وسيفتح المجال. طيب أستاذ علي، اختصارا للوقت، اختصارا للوقت، الائتلاف الوطني الجنوبي لماذا لا يكون له تمثيل أيضا في اتفاق الرياض أو في الاتفاقات الأخرى والاستحقاقات الأخرى؟ هل تطمحون إلى ذلك مستقبلا؟ بالتأكيد من الرسائل التي رفعت في المظاهرة هو المطالبة بتمثيل محافظة شبوة، وبالتأكيد عبر مكونات السياسية سواء الائتلاف أو غيره من المكونات السياسية. نعم. وأؤكد أن هناك مكونات أخرى جنوبية ستنضم على الائتلاف بإذن الله للتنسيق للمزيد من المظاهرات لإثبات أن الجنوب فيه تنوع وتعدد كبير سواء في المهرة أو في حضرموت، أكثر من مكون إضافة لمكون الائتلاف الذي له فروع في أغلب المحافظات الجنوبية. نعم أستاذ علي، أستاذ علي الأحمدي عضو هيئة رئاسة الائتلاف الوطني الجنوبي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.